السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوتي أخواتي، نلتقي اليوم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله سوف نتعرف على كيفية تعبئة رصيد إيدوم أنترنت باستعمال البطاقة الذهبية، وهذا بدون الحاجة إلى الذهاب إلى مراكز اتصالات الجزائر. قبل ما نبدو في هذا الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في هذه القناة ولا تنسوا الضغط على زر الجرس ليصلكم كل الفيديوهات التي سوف تظهر لهذه القناة إن شاء الله. أول شيء تقوم به هو الدخول إلى هذا الرابط baridinet.post.dz. سوف أترك لك هذا الرابط في صندوق الوصف. تظهر لكم هذه الواجهة كما تلاحظون. أول شيء تضغط هنا على هذا الرمز حتى تقوم ب الذهاب إلى الصفحات الأخرى. تذهب إلى الصفحة الأخيرة، هذه الصفحة الخاصة بإيدوم، تضغط عليها. ظهر لك هذه الواجهة كما تلاحظون. تضغط هنا في الأيقونة الثانية بيمون اي ريشارجمون، هكذا تظهر لك هذه الواجهة. تضغط على هذه ثلاث خطوط هنا وتختار الاختيار الذي تريده. هنا بالنسبة للأشخاص الذين يريدون دفع الفاتورة أو يقومون بتسديد الفاتورة، وهنا بالنسبة لفيديو اليوم إن شاء الله سوف نتعرف على كيفية تعبئة إيدوم أنترنت. تضغط على هذه الخانة الثانية، إذا كان لديك إيدوم 4G تضغط على الخانة الثالثة. نضغط على إيدوم أنترنت، هنا تقوم بإدخال رقم الهاتف وتعيد كتابة هذه الكلمة هنا، ثم تضغط على كونفيرمي. تظهر لكم هذه الواجهة كما تلاحظون. هنا رقم الهاتف الخاص بك، وتضع هنا المبلغ الذي تريد تعبئته. مثلا على سبيل المثال أنا أضع 1000 دينار جزائري، هكذا. ثم تقوم بكتابة هنا هذا الكود الخاص بالكابتشا، ثم تضغط هنا على هذه الأيقونة هكذا وتختار أحد الخيارين. أنا أختار البطاقة الذهبية هكذا. تقوم بكتابة رقم البطاقة، تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة، تكتب هنا الاسم واللقب، ثم تضع هذا الرقم المكون من 3 أرقام الموجود في ظهر البطاقة، ثم تضغط على فاليدي. سوف أقوم بكتابة المعلومات الخاصة بي ثم أعود لواصل الفيديو. إذن تظهر لك هذه الواجهة كما تلاحظ. هنا المبلغ الذي تريد تعبئته في إيدوم الأنترنت، وهذه البطاقة التي قمت ب أو التي تريد الدفع بها، تنتهي ب 0903. تضغط هنا على Envoy، يتم إرسال إليك كود إلى رقم الهاتف المربوط بالبطاقة الذهبية. نضغط على Envoy هكذا، ننتظر لحظات. كما تلاحظون لقد ظهر هذا الكود المكون من 3 أو 6 أرقام. أخرج وأذهب إلى الرسائل. كما تلاحظون هذا هو الرقم، تقوم بالضغط عليه هكذا، كوبي، نعود إلى الموقع. ثم تقوم بالضغط على فاليدي. تظهر لكم هذا لوريسو كما تلاحظون. هنا لنميرو دوبيراسيون، رقم الهاتف كما تلاحظون. هنا المبلغ الذي قمت بتعبئته. هنا إن أردت أن تقوم ب إذا أردت باش تأمبريمي هذا لوريسو، تضغط على هذه الأيقونة، أو تريد إرسال هذا لوريسو إلى الإيميل الخاص بك، تضغط على هذه الأيقونة. إذا بهذه الطريقة نكون قد أنهينا فيديو اليوم الذي كان يتحدث حول كيفية تعبئة رصيد إيدوم الأنترنت. نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله.